بعد استمرار حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد، لا زالت المصالح الأمنية بالصويرة في حالة تأهب دروس ضد فيروس كورونا. وكما تشاهدون الآن على مستوى هذه السدود لمداخل المدينة، إجراءات المراقبة الصارمة تتم وفق التدابير الاحترازية لرصد المخالفات في سياق الوقاية من كوفيد-19. السلطات الأمنية بالصويرة لا زالت تغطي حواجز السدود القضائية بمدخل المدينة للطريق الوطنية رقم 1 مراكش الصويرة من أجل المراقبة والتحقق من وثائق السيارات والتصاريح الاستثنائية لتنقل المواطنين. عميد الشرطة ممتاز مصطفى غدفة، نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، في إطار توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني لفرض المقتضيات القانونية لحالة الطوارئ الصحية وتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية من أجل تقييد حركة التنقلات بالشارع العام، وبالتالي تطويق انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، تبنت جميع المكونات الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة مخططا أمنيا شاملا ومحكما، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية المتمثلة في نشر مجموعة من الوحدات الأمنية بالشارع العام، كذلك تنصيب سدود بالمداخل المدينة من أجل المراقبة، وتنصيب مجموعة من نقط المراقبة بمختلف المحاور بالمدينة. كذلك بالنسبة للمدينة العتيقة تحظى كذلك بترتيبات أمنية تتلائم وخصوصيتها الديمغرافية والجغرافية، وذلك بانتشار أمني واسع للعناصر الأمنية بمختلف الدروب والأزقة ديال المدينة العتيقة، وتنصيب مجموعة ديال النقط الأمنية بكل أبوابها على مدار 24 ساعة. في نفس الإطار يتم تنظيم عمليات أمنية مشتركة رفقة السلطة المحلية والقوات المساعدة، دائما في نفس الإطار فرض حالة المقتضيات القانونية لحالة الطوارئ الصحية وتطبيق قرارات السلطات العمومية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتتكون هذه السدود القضائية من رجال الشرطة ووحدات المرور وفرق الدراجين، ويترأسهم نائب رئيس المنطقة الإقليمية العامة لأمن الصويرة. حركة الدخول هذه للمدينة تحتاج إلى تصريح الهوية، وشهادة التنقل هي مجموعة من الإجراءات التي تضمن التنفيذ الأمثل والسليم للتعليمات الرسمية في هذا الشأن. مراسلون من قلب الحدث على فلاش انفو 24. وما تنسوش لايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب.